والسده دي من الطين مش من حجر، واي سده معناها في حاجه بتخفي السده. فاذا هذه السده وراها حاجه مختفيه 100%. رحنا الفتحه الشماليه بتحول بتمشي شمال ويمين لمسافه 8 متر عشان تتفادى البهو العظيم. بعد كده الانسان الالي مشي او واقف قدام حجر تاني ومقبضين من النحاس. اذا قبل الدكتور هاني هلال وفريقه العلمي ما يشتغلوا في هذا الهرم، احنا قدامنا هرم مهم جدا في اسرار. لكن قبل ما اتكلم عن الموضوع ده، انا عايز اجيب حجر الاول واحطه في بق اي انسان في الدنيا بيقول ان الهرم ده مناه إليانز او حضاره غير معروفه والكلام الفارغ ده، لان برديه وادي الجرف اللي عثر عليها اللي بتتكلم عن بناء الهرم بتضحك كل الافتراءات اللي بيقولها العالم كله، وبيقول ان الهرم ده بناه المصريين القدماء. والمفتش بيرل ده راجل بيقول لنا انا بالتلتة بلد جنب دمنهور وبشتغل في هرم الملك خوفو ورحت اقطع الحجاره عشان الهرم ورحت سينا والخوف كان عايش في القصر هنا، كلام كله بيدل لاول مره عن ازاي الهرم اتبنى. اجي بقى دلوقتي لنقطه مهمه جدا. احنا قلنا دكتور مصطفى وزيري والدكتور هاني هلال شفنا التنل ده 9 متر وشفنا شكله ايه؟ 100% ده في حاجة تحتيه بيحميه. الديسندنت كوريدور اللي تحت ده حوالي 7 متر تحت ده، لكن احنا مارك لينر وديتريش روي وانا شفنا حاجة مهمة جدا. في الأذر سايد أوف ذا شيفرون أون ذا فلور أون ذا نورث ذير إز أ سكوير. السكوير ده متغطي بالدبش. السكوير ده مفيش فيه حجارة. وجود السكوير ده بيؤكد 100% ان في حاجة بيحميها التنل ده تحتيه. وانا بقول لكم ان انا بعتقد طول عمري ان حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو لم يعثر عليها حتى الان.